السلام عليكم، يا هلا ومرحبا فيكم وحياكم الله في قناتي. معكم اخوكم دعي خليفة، ورجعت لكم اليوم فيديو جديد وحلقة جديدة راح اكلمكم فيها عن زيون سموث كيو 2. فاذا انت مو مشترك في القناة اشترك وفعل زر التنبيهات عشان تعرف اكثر. ونقول لكم اليوم عن كود الخصم اللي بتلقاه نهاية هذا الفيديو، لان الفيديو برعاية زوم جرافيكس، فخليك معاي عشان تعرف اكثر. في البداية شكرا زوم جرافيكس على رسالهم لي هذا الجهاز. هذا الجهاز الجميل عجيب صراحة، واللي بعرض لكم اليوم تجربتي فيه في هالفيديو إن شاء الله. وطبعا كثرت في الفترة الأخيرة الاكسسوارات اللي تساعد على التصوير بالتلفون، سواء كانت عدسات أو ترايبودات أو موانع اهتزاز مثل اللي عندنا اليوم. اليوم عندنا أصغر مانع اهتزاز تم إطلاقه لحد الحين. طبعا إذا قارناه بالأوزمو موبايل 3 بيكون هو الأصغر في حال إذا كان في وضعية الاستعداد، اما في حال عدم استخدامه فبيكون الاوزمو موبايل اصغر منه لان ذاك الجهاز قابل للطي. وللامانه من خلال البحث اللي اجريته لقيت ان الجهازين هم اقوى جهازين حاليا بالسوق. في بعض الفروقات بنذكرها لكم اثناء عرض مواصفات الزيون. طبعا الكيو 2 جهاز مصنوع من معدن قوي ممتاز، بعكس اغلب الاجهزه الثانيه اللي يدخل البلاستيك فيها بشكل كبير في صناعه هذا الجهاز. لكن للامانه نقطه تحسب للكيو 2 انه هو صناعته جدا قويه. ومن المميزات طريقة وشكل صنع الجهاز القطعة اللي تركب خلف التلفون. هذه القطعة اللي تلاحظونها هني في الخلف، هذه القطعة تساعد جدا حق اللي وده يستخدم التلفون وقت خلص من التصوير، مجرد ما يفك الجهاز تكون هي جاهزة موجودة هني، خلاص ترد على تلفوناتك ومكالماتك، بعدين بسهولة جدا ترجع تركب الجهاز وتسكر الجهاز وتبدي تصور مرة ثانية. فهذه الميزة حلوة جدا في السموث كيو 2. كذلك من الشيء المهم ذكره ان الجهاز تصميم مختلف عن الاوزمو موبايل 3، فالجهاز يساعد على انك تخليه على اي سطح مثل ما قاعد تشوفونه حاليا. انا مخليه على الطاولة وما عندي اي مشكلة له، عكس الاوزمو موبايل 3 اللي ما تقدر تخليه على الطاولة بهاي الطريقة. تصميمه عذرهم طبعا انه هو اريح للماسكة، لكن انا من خلال استخدامي للسموث ما واجهت اي مشكلة اني اخليه واصور الجهاز بهذه الطريقة. فالنقطة أفضل حق السموث إن أنا أقدر أخليه واقف على الطاولة بكل أريحية وأموري طيبة. وبداية عشان تحصل على أفضل أداء للجهاز تحتاج إنك توازنه. طبعا تقدر تركب الجهاز بدون موازنته، بس أفضل أداء لا بتكون بالموازنة. وطبعا الطريقة إنك تخلي التلفون على الجهاز بهذه الطريقة، مشاهد تحت ولين يثبت معاك بهذه الطريقة، ما يميل ذي الجهة وما يميل ذي الجهة، خلاص الجهاز حاليا متوازن. ليش؟ لما وشلون طبعا تسوي ذي الشيء؟ تحرك التلفون يمين ويسار وقدام وورا، فيصير حاليا ثابت التلفون، ما في اي حركه ما في اي اهتزاز. بعدها على طول تبدي بزر التشغيل، تلقى التلفون متوازن معاك وبياخذ افضل نتائج وافضل اداء. طبعا تقدر تسوي ذي الشيء بدون ما توازن، لكن اذا وازنت الاداء بيكون عندك وايد افضل تصوير. الجهاز بسيط جدا من حيث الازرار، ما بتلقى فيه اي تعقيد، لكن يعتبر صعب شوي للمستخدم المرة الأولى، لأن أنا ضد هذه النقطة طبعاً. لما تقلل الأزرار وتعطي كل زر إمكانية يعطيك ثلاثة وأربع خيارات، يكون عادة الوضع صعب للتذكر، لازم تتذكر كل زر شنو الخيارات اللي يقدر يسويها لك. فأنا ضد هذه النقطة، ولكن هي تقلل لي جداً في الأزرار الموجودة على الجهاز. وخلنا نتكلم الحين عن الخيارات والأوضاع اللي يعطيني اياها زيون سموث كيو 2. بالنسبه للاوضاع تقدر تتحكم عن كل وضع بضغطه زر على زر الكنترولر، الكنترولر الموجود هني، مجرد ما تضغط عليه الضغطه الاولى يروح حق الخيار الاولي الوضع الاولي، وضغطتين يرجع للوضع السابق. فاول مود عندنا هني هو البان فولو مود، الجهاز في هذا الخيار يتبع حركه البان الافقيه. اذا خليته على البان فولو مود، مجرد ما اروح يمين واروح يسار بيتبع هذه الحركه الجهاز، ولكن ما بيروح للاعلى ولا بيروح للاسفل. يعني انا اذا حركت الجهاز كذي ولا كذي ما قاعد يتحرك، اذا واضح عندكم تشوفونه، بس يروح على اليمين وعلى اليسار. اما الوضع الثاني وهو اللوك مود، اذا انا خليت الجهاز بهذه الطريقه وثبتته على نقطه معينه، الجهاز يغلق جميع الجهات ويخلي توجيه التلفون على جهه معينه اللي انا اخترتها، ما يروح لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار، الف يمين الف يسار، الجهاز موجه على نقطة معينة ما يلف لا يمين ولا يسار. هذه وضع اللوك مود. أما الوضع الثالث عندنا هو الوضع الفولو مود. وضع الفولو مود في هذا الوضع يتبع الجهاز الحركة بان أو تلت،
عادة هذا الوضع يكون سهل للجميع، ما في أي تعقيد، لأن أنا بساعات أحيانا أصور يمين وأروح أصور يسار، في نفس الوقت أبي أصور فوق وأبي أصور تحت، فالجهاز يتبع هذه الأربع حركات يمين أو يسار فوق وتحت، فيكون الوضع ذي وايد سهل حق الناس، بالذات الناس اللي أول مرة تستخدم الجهاز. والوضع الرابع هو Point of View Mode، هو نفس Follow Mode لكن يتبع أيضا حتى الحركات المالة. خلونا نجرب معاكم شلون ممكن يصير. مساعة قلنا في الفولو مود يروح يمين ويسار فوق وتحت، هذه بعد أيضا إذا أنا لفيت يكون مايل وياي الجهاز، إذا لفيت بهذه الطريقة يميل وياي الجهاز، ارتفعت بيرتفع معاي، نزلت بينزل معاي، رحت يمين بيروح معاي، رحت يسار بيروح، يكون معاي في كل الحركات، فبيكون الجهاز سموث حلو. هذه أنا أتوقع بعد خيار مناسب للمبتدئين، لأن أنا أقدر أتحرك في أي جهة والجهاز بي معاي وبيلبي أوامري يعني، فبيكون معاي ممتاز جدا في أي جهة من الجهات. أنا أتوقع هذه الخيار هو بعد مناسب جدا للمبتدئين، بعكس الفولو واللوك، الفولو مود أو البان فولو مود يعني إذا كان أفقي أو يمين ويسار، أو اللوك مود، هذا لين شوي أدفانس لأن أنت في بالك شيء معين لازم تسوي. بس أتوقع هذه الخيارين الثانيين اللي هو الفولو مود والبي أو في مود Point of the View، هذا لين وايد أنسب للمبتدئين. ومثل ما قلنا لكم ضغطة زر واحدة تروح على الخيار الخامس. حاليا الخيار الخامس هو الفلاش لايت مود. لاحظت ان انا ضغطت على الجهاز، الجهاز ارتفع صار بهذه الطريقة، طبعا مو عشان تصوير فوق، ممكن ان احنا نصور فوق لكن في نفس الوقت انا ممكن اخليه بهذه الطريقة، فانا لما ابدي يعطيني هذه الافكت اللي مو موجود حتى على الاوزمو موبايل 3 وهو الـ 360. الجهاز يقعد يصور معاك بلفة انفينيتي، يسوي لك 360 فريم، شيء عجيب، وايد حلو الخيار هذي، تقدر تسوي افقيا، تقدر تسوي يعني عموديا، بكل الخيارات تقدر تسوي، فهذه الخيار الخامس في الاوضاع. واخر مود عندنا في الكيو 2 هو السيلفي مود. صحيح ان انت ممكن تصور بضغطتين على زر التصوير ينتقل معك الى الكاميرا الامامية، لكن احيانا ودك تصور بالكاميرا الخلفية، فمجرد ما تضغط على 3 مرات على زر التشغيل 1 2 3 يلف التلفون ويشاهدك بهذه الطريقة. هذه الطريقة ممتازة للي وده يستخدم الكاميرا الخلفية بدل الكاميرا الامامية، لكن في شيء لازم تنتبه منه، ما بيكون عندك خيار التتبع موجود، لان خيار التتبع يعني انا لو رحت يمين لو رحت يسار مو موجود معي هذا الخيار، الكاميرا ما بتلحقني او الجهاز ما بيتتبع حركتي. ففي البداية لازم احدد خيار التتبع ولكن بس عن طريق البرنامج، فاذا انت كنت تصور ببرنامج التلفون نفسه ما بيأدي معك التراكينج هذي، بس اذا استخدمت برنامج الزي واي بلاي هذي اللي هو الخاص بالشركة نفسها في خاصية التتبع، وهذه من الميزات الحلوة اللي بنذكرها بعدين. وفي نقطة حلوة لازم نذكرها طبعا، كل ما بغيت ترجع للوضع الطبيعي للتلفون في اي وضع من الاوضاع الموجودة فقط اضغط ضغطتين على زر التشغيل، ضغطتين بهاي الطريقة يرجع معاك لوضع اللي نسميه احنا في السنتر، انه يكون خلاص مرتب وياك الوضع. والحين نوصل معاكم لنقطة مهمة في الجهاز اكتشفتها اثناء استخدام الجهاز، مو يعني من البداية صراحة للامانة كان وايد الموضوع بالنسبة لي صعب، لان الاوزمو موبايل 3 كان الوضع سهل بالنسبه له، لما تضغط ضغطتين على زر الام اللي هو المود يقلب معاك للوضع العمودي. الشيء المبحلو اللي ما حبيته في جهاز السموث كيو 2 ان انت تحتاج او ما تحتاج شيء للامانه، تحتاج بس ان انت تحرك يدك بهذه الطريقه وصار عندك الوضع من افقي لعمودي. بس في شيء ازعجني في الموضوع، خلونا نقول لكم شنو هو الشيء المزعج في الموضوع، هو ان انا احتاج اسوي تكنيك معين عشان يبقى الجهاز معاي على الطول او بالعرض. طبعا شنو هو الترتيب، ان انت لما ترفع الجهاز بهاي الطريقة، انت ماسك الجهاز بهاي الطريقة، وطبعا لازم يكون الخيار موجود على البان فولو مود هذه الاولي، بس الوضع الاولي، فانت لما تسوي كذي صار عندك بالطول حلو، لكن لاحظوا يدي شلون طريقتها، انا ما بتم اصور اكيد كذي، فعلشان اخلي يدي مرتاحة كذي ما بيضبط وياي الا لازم اجيبه من ذي الطريقة، يعني اجيبه من هني كذي، يعني لاحظوا معاي، خليني اراويكم اياه من البداية وركزوا معاي. اولا ارفع الجهاز بهاي الطريقة صار عندي على البورتري مود، وعقب اجيب يدي قدامه، اذا يبته بالعدل ساعات بالبطيء يعني ساعات ما يضبط معاي. الحين اوكي هو مرتب واموري طيبة وصاير بالبورتري واقدر اصور كذي، والجميل بالجهاز انه هو بعدين بتكلم على هذه النقطة انه هو يشبك بلوتوث، وانا اقدر اصور حتى سناب ما سناب وغيره،
لكن شوفها ولازم احاسب انه يكون تكون يعني بطريقه معينه عشان تشوفه ما يقلب بورتري مود او ما يقلب اللاندسكيب مود، هذه الوضع الافقي. ف هذه شوي ازعجني الموضوع، يعني انا لما اجي اصور بالطول اسوي كذي خلاص الحين الوضع عندي بالطول، لكن لازم تتم يدي بهاي الطريقه، اذا خليته كذي نزلت خلاص رد عكس الجهاز افقيا. فباختصار باختصار شديد جدا ما ابي اطول في هاي النقطه، البورتري مود ما حبيته في الزيون سموث كيو 2 لانه يعتمد على وضع معين للماسكة الجهاز، يعني لازم اخليه بهاي الطريقه وبعدين اجيب الجهاز هني قدام، فصار معاي في البورتري مود بس بهذا الشكل، من اقل بسيطه خلاص رد الوضع افقي. هو حلو للتنقل السريع بين الوضعين، ولكن هذا الشيء ازعجني في الترتيب. في طريقه ثانيه اكتشفتها اثناء استخدام الجهاز، طبعا اذا ميلت يدي بهاي الطريقه وحركت الجهاز ببساطه كذي صار عندي بورتري مود، بس مثل ما قلت لكم الوضع البورتري لازم يكون تكون يدك كلها كذي، ما تصير يعني الجهاز ما يروح تحت التلفون، لاحظتوا ما يروح بهذه الطريقه، يعني ما اقدر اصور بهاي الوضع. فهذا الشيء يجرني ان انا ما اقدر احط الجهاز على الطاوله واصور بالبورتري مود، بعكس الاوزمو موبايل 3. اوزمو موبايل 3 افضل في خيار البورتري مود. الجهاز طبعا فيه بطاريه قابله للتبديل وهذه ميزه وايد حلوه موجوده فيه، عكس الاوزمو موبايل 3 اللي ما تتبدل بطاريته. وسعه بطاريه هذا الجهاز سعه تشغيليه توصل معاك ل 16 ساعه عمل، وتوصل احيانا زياده على حسب استخدامك طبعا. وممكن تستخدم البرنامج الخاص بالجهاز وتستفيد من الميزات الاضافيه الموجوده اللي تيجي مع الجهاز. اكثر ميزه انا شفتها مناسبه ان انا استخدم الجهاز للتصوير او البرنامج الخاص بالجهاز هي ميزه التراكنج اللي تخليك تتبع الحركه الموضوع اللي قاعد تصوره، وهي ميزه تكلمنا عنها في الاوزمو موبايل 3 وموجود ايضا على الزيون. طبعا مقارنه بالبرنامجين برنامج الزيون وبرنامج الاوزمو موبايل، حسيت ان برنامج الاوزمو موبايل افضل ببعض الخصائص وبعض الميزات من الزيون، لكن اذا ودك تروح حق مرحله اعلى في التصوير واعلى في الاحترافيه تروح حق برنامج يستخدمونه اغلب من يستخدم جهاز الزيون، هو فيلمك برو، يخليك يعطيك امكانيات وايد حلوه باستخدام الجهاز طبعا. لكن للامانه البرنامج مدفوع مو مجاني. والحين بتكلم عن واحد من الاشياء اللي شغلت بال اغلب مصورين الجوالات اللي يستخدمون الالترا وايد انجل. اثناء تصويرك باستخدام الزيون بتلاحظ ان هذه القطعه تطلع معاك اثناء استخدامك العدسات العريضه. الحل بسيط، في زر التشغيل هني او زر التصوير تضغط عليه ثلاث ضغطات، واحدة ثنتين ثلاث، ويرفع الجهاز بهذه الطريقة. فهذه القطعة أثناء تصويرك الآن ابتعدت عن منطقة العدسة العريضة للجهاز، فما قاعدة تطلع، خلاص بيكون تصويرك بهذه الطريقة بتبتعد هذه القطعة عن عدسة الوايد أنجل. وطبعا ربط الجهاز بالتلفون راح يكون عن طريق البلوتوث، هذا الشيء يتيح لك إمكانيات أن أنت ممكن تستخدم كاميرا التلفون نفسها للتصوير حتى برامج السوشيال ميديا مثل السناب وغيره، بتستفيد وايد لما يكون في ربط عن طريق البلوتوث، بعكس الاوزمو موبايل 3 اللي ما يمكن رابطه بالبلوتوث. قبل ما تفتح البرنامج حتى الخاص بالزيون لازم تتاكد ان انت شابك على البلوتوث، واذا كان في تحديث حق الجهاز بتلقاه في اول صفحه في البرنامج. واما الخيارات الموجوده في التطبيق بتكون اولها البانوراما، تثبت الجهاز على المكان اللي ودك تصوره، بعدين تضغط على زر التصوير والجهاز يكمل معاك الباقي. للأمانة خاصية البانوراما حلوة في الجهاز، ولكن تفرق عن الأوزمو موبايل 3 أن الأوزمو موبايل 3 في الخاصية اللي ذكرناها من قبل اللي هي 3x3. بعدين عندك خاصية الفوتو وعقبها خاصية الفيديو، ما فيهم شيء جديد. طبعا تقدر تتحكم بعدد الفريمات بجودة الفيديو، هذا شيء معتاد وتلقاه في كل البرامج اصلا. اما الشيء اللي عقبه بتلقاه في البرنامج، عندك التايم لابس طبعا معروف كذلك ما يحتاج تفصيل، وفي عندك الموشن لابس، في بريست جاهز حلو يسهل عليك التحكم ويعطيك افكار جديده وممكن تخرج عن المألوف فيها. ومن الاشياء الحلوه اللي قلت لكم عنها مساعه وبتلقاها في البرنامج وهي خاصيه التراكنج، مجرد ما تضغط على النقطه الحمراء الموجوده اسفل الشاشه وبعدين تختار الموضوع اللي تبي تتبعه والجهاز بيكمل لك الباقي. وفي الاخير الجهاز سعره مثل سعر الاوزمو تقريبا عندنا في البحرين، تلقونه عند زوم جرافيكس تقريبا سعره 54 دينار. والجميل ان زوم ضبطونا بعرض حلو حق المتابعين. طبعا كل اللي عليك تعطيهم كود الخصم وهو اسمي عربي او انجليزي بتلقاه اسفل الشاشه، دعي خليفه او دعي، بتحصل خصم 10% من سعر الجهاز، وعليكم بالف الف عافيه. وبس لهني اكون وصلت معكم لنهايه هاي الفيديو.
سوينا ريفيو سريع عن سموث كيو 2. اتمنى اعجبكم الفيديو، لا تنسون اللي نوصيكم عليه في كل فيديو، اشترك في القناه اذا ما انت مشترك، وفعل زر التنبيهات واضغط على زر اللايك ان شاء الله عجبك المقطع، واكتب لي رايك في الكومنت تحت عن هذه الريفيو، وهل عجبك الجهاز ولا ما عجبك، بتشتريه ولا ما تشتريه. اشوفكم على خير ومع السلامه. والله ان تعبني هالريفيو بشكل خيالي. شرب شاي.